على هامش فعاليات المؤتمر العالمي الأول للمياه والطاقة وتغير المناخ، انطلق المنتدى الشبابي تحت شعار تمكين الشباب لاستدامة المياه والطاقة. ويهدف المنتدى لتمكين الشباب من تعزيز الاستدامة في قطاع الطاقة وإيجاد الحلول المناسبة لمختلف التحديات العالمية. انطلاقا من الدور الهام الذي توليه المؤسسات والمنظمات حول العالم من حيث الاهتمام وتعزيز إمكانات ومهارات الشباب لكونهم السواعد التي يبنى بها مستقبل الأوطان، وعليه جاء المنتدى الشبابي تحت شعار تمكين الشباب لاستدامة المياه والطاقة على هامش فعاليات المؤتمر العالمي الأول للمياه والطاقة وتغير المناخ. كنا عارضين بحكم تخصصنا في الطاقة المتجددة، وبعد هذا المؤتمر سلط الضوء بشكل كبير على الشباب ومشاركة الشباب والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، وإحنا يعني من هذا المنطلق نعتبر أن هذا واجب بالنسبة لنا أن احنا نهتم بالشباب والمؤسسات. حضرنا عرض تقديمي يتكلم عن تشجيع الشباب، تشجيعهم على استغلال الوقت من بداية عملهم الوظيفي، اهتمامهم أكثر في الأمور اللي تتعلق بالأمور القانونية، بالأمور اللي تتعلق في تشجيع الشباب أيضا على استغلال وقتهم. شارك في المنتدى الشبابي عدد من المتحدثين القياديين من مختلف الشركات والجهات ذات العلاقة، ساردين قصص نجاح تأثير الكوادر الشبابية في استدامة المياه والطاقة من خلال العمل الجاد والتفاني والإخلاص والإصرار في تحقيق الهدف الذي يخلق الرؤية والمصداقية والوضوح والإلهام للآخرين لاتخاذ إجراءات سليمة ومبدعة ومبتكرة لمختلف التحديات في قطاع الطاقة والمياه. طبعا المنتدى الشبابي يسلط الضوء على توعية وصقل المهارات والعقول الشابة والانتباه لهذه المواضيع الحساسة والمهمة واللي تهم حقيقة الأجيال القادمة. الأوراق كانت جدا ممتازة، وكانت تتكلم عن مواضيع في تغيير المناخ والإنيشيتيف والمبادرات اللي خذتها الشركات في تحسين ووضع قوانين ممكن تحسن من البيئة. المياه والطاقة وتغير المناخ ملف بالغ الأهمية يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، وهذا ما أكد عليه المنتدى الشبابي ضمن أجندته بضرورة استثمار طاقات الشباب في تنمية استدامة المياه والطاقة ليكونوا عنصرا فاعلا في الارتقاء باقتصادات بلدانهم. تحت مظلة المؤتمر العالمي للمياه والطاقة وتغير المناخ يأتي المنتدى الشبابي كمنصة ملهمة للشباب في فهم الإمكانات التحويلية للمبادرات بشكل علمي ذات أبعاد استراتيجية تهدف إلى إيجاد الحلول المستدامة وتعزيز قدرات الشباب من أجل مستقبل أكثر استدامة. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.